السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأخ نعيم في مدينة الرشيدية. الله يبارك فيك. هذا نهار كبير صراحة، شرفتينا. الله يعزك بارك الله فيك. وكنتمنى إن شاء الله أنك تكرر الزيارة ديالك كل مرة إن شاء الله. وكما كتشوف راه بزاف ديال المعجبين فرحوا بك. الحمد لله. وشفتي الشارع كيف تقابل معك؟ الحمد لله. وهذا يمكن كيدل على شي حاجة، فإنما كيدل على النجاح ديالك والاخلاق ديالك العظيمه في مجال الرقي الشرعي. الله يبارك فيك. ايوا سي نعيم، الحمد لله ملي جيتي عندنا مباشره في مدينه الرشيديه وجيتي شخصيا، لهذا حنا كنفضلوا اننا نطرحوا لك واحد الاسئله تكون شخصيه لي كمتابعين، لا علاقه لنا بمجال الرقي الشرعي، متابعين لك الحمد لله، منا مصابين منا الناس معجبين. عندنا بعض الاسئله اللي كتدور في اليوتيوب، بعض الشبهات باش نكون معك صريح كأخ، أنا كنسولك كأخ وكمتابع. عندنا بعض يعني الشبهات اللي هي كتروج يعني كتعليقات في يوتيوب، كأسئلة بالنسبة للأصدقاء ديولي. ومن ضمن هذه الأسئلة غادي نبدأ معك بالسؤال الأول إذا كان ممكن. السؤال الأول أخي نعيم هو أننا شاهدنا بعض الفيديوهات اللي كتهمك مثلا بالتحرش مثلا بالمريضات، هذا من بعض الاسئله اللي كثير يعني كنشوفوا لها فيديوهات، ومع الاسف ان اخا كيكون يعني عدم الاعجاب اللي كنشوفوا كي كنقول فرونسي جيم با في الفيديو في الفيديو كاملين، وانما حنا بغيناك تعطينا التعليق ديالك على هذا ما يشاع. طيب خير ان شاء الله تعالى. بدايه اشكر جميع الاخوه والمتابعين والاخوات كذلك، واسال الله جل وعلا يوفقنا للخير. مساله هذا الموضوع هو موضوع قديم، لكن لا زال يعني تعاد صياغته من جديد باسلوب اخر او بعناوين جديده او في يعني قنوات اخرى اصحابها مجهولين. الغايه منها ان تبقى هذه الفتن تسيء إلى نعيم ربيع، إلى سيرته وإلى منهجه، أو يصرف وجوه الناس عنه. غاية هذا سر هذا الشبهة، ما نتكلموش على الأشخاص، ولكن ماذا سألتموني، لأن هذه الأسئلة كما قلت هي يعني قضايا رأي عام، الكل يحب الآن أن يعرف الحق، أو ناس ربما لأن ما أجبت عنها لا زالت شكوك في عقولهم. كما قلت أنت الحمد لله الكل يعمل عدم الإعجاب، ولكن سأجيب بإذن الله عز وجل ما دام السؤال قد طرح. بداية، كيف يعقل أن إنسان يرقي في مكان عام؟ يعني المركز، أنا الآن أتكلم عن مركز أناسي القديم، يعني لأن الفتنة، حتى أكون منصف أقول الحق في نفسي، الفتنة بدأت في مركز أناسي، يعني قصدت الفتنة وفي فترة وأنا أزاول مهمة الرقية ووظيفة الرقية والتخصص في الرقية والجهاد الرقية في مركز أناسي الذي لا زال إلى الآن. ومركز أناسي كما يعرفه الجميع، يعني زارنا آلاف الناس وأكثر من ذلك، يعني في الفردية في الجماعية، ويعرفون حقيقة الوضع. يعني في المركز معروف على أن هناك يعني جدار يفصل ما بين قاعة الرقية وما بين الاستقبال أو المكان الذي يجلس فيه الناس، ووضعت صور وعندي فيديو خارج المركز يظهر هذه حقيقة. هذه أول شيء، يعني ما الذي يفصل ما بين الرقية وبين جلوس الناس سنتيمترات. ثم الباب عليه زجاج، مفهوم؟ هناك لوح زجاجي يظهر ما بالداخل، يفصل ما بين مكتبي وأنا أجلس على المكتب وبين مكان جلوس المريض أو المريضة. وفي الطريق ما بين المكتب ومكان الراقي المكان مكشوف يظهر الأمر للعيان. هذه مسألة. ثم مسألة ثانية، وأنا أتكلم الآن بإنصاف أمور منذ القديم كيف كانت إلى الآن، حتى ما يقول إنسان يتكلم أو يدلس، نتكلم بحق. كاميرات تراقب من خارج في كلتا الوجهتين، ثم كاميرات بالداخل تراقب كل شيء، كل دخول وكل خروج، تراقبني أنا، تراقب المساعدين والمساعدات، وتراقب كذلك المرضى.
مفهوم، هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى، لا يعلم أني آتي إلى المركز وأستقبل حالات وأباشر العلاج وحدي في انفراد أبدا، لا بد من حضور الزوجة أو حضور المساعدات. هذا هذه المسائل كل أخوات من يأتي إلي يعرفنا حقيقة ما أقول. فكيف تكون العزلة والخلوة؟ ما ظنك أن تكون لك تحرش حتى الأخوات يجمعن القول عني حتى ما أرفع العيني وما أحقق في النظر؟ مفهوم؟ وأعتبر كل أخت هي أخت لي، فكيف لي حتى يبدأ الغزل أو التحرش؟ مسألة أخرى، حينما أبدأ في العلاج مجرد دخول يكون الكلام مسموع، الكلام يكون مسموع لأهل المريض ولمن حول المريض في التشخيص، ثم بعد ذلك في العلاج حتى الرقية تكون ليس فيها تمتمات أو شيء يعني سري، سواء في ولا يكون هناك مثلا بيني وبين المريضة أمر. حتى هذه الأمور أضيقها، وحتى مسألة الواتساب أو مسألة حينما كان الفيسبوك، وقد أرجعنا الآن حساب جديد بالإشارة حتى أشير إليه، حتى أبين للناس يعني هذه شبه الغاية منها كان ماذا. حتى المنصف، أنا أتكلم مع المنصفين، ليست هذه شبهة واحدة، يعني حامت حولي شبهة كثيرة حتى يصبح الشك النعم ربي أنه شيطان ليصرف وجوه الناس عنه. لكن الحملات كشفت هذه الغمة وذهبت، والناس من يأتي والذي يشهد بالحقيقة، ووضعنا شهادات كثيرة للإخوة والأخوات وحتى لأهل المريضات من يأتون فضل الله عز وجل ويشهدون بحسن السيرة والخلق والتعامل. أنا لا أتكلم من باب ترئة نفسي، ولكن باب الإجابة عن السؤال وتوضيح الحق للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الأمر هو غير موجود بالمرة، ولم يكن أصلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعلم الجميع أن هذا غير موجود. أقول لك شيء، إذا كان موجود وطار الخبر في كل مكان، لماذا لم تأتي أخت تقول هذا الأمر قد وقع معي وقع معي وقع معي، وإذا لم تشكل المساعدات أو للزوجة؟ مفهوم؟ طيب لماذا لم يأتي أهلها وذويها أو زوجها؟ لأن هذا أصل غير موجود، بل الكل يكون للحب والاحترام والتقدير. هذا جواب على السؤال، وإذا كانت أي شبهة حول هذا السؤال يروج لها، فأنا على استعداد بإذن الله تعالى أن أفندها، لأن هذا الكلام أقوله غير موجود بالمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. والموجود هو احترام الأخوات، أن كل أخت تدخل بلباس شرعي، بحسن استقبال، بحسن تعامل، حسن علاج بفضل الله عز وجل، وتبقى إن شاء الله العلاقة طيبة مع المساعدات وحتى معي بفضل الله سبحانه وتعالى، والباب مفتوح للجميع. هذا هو الجواب. إذا كان أي إشكال أخي الكريم بعفوية إن شاء الله ما عندي مشكلة نجاوبك عليه. نعم. لأن الكلام أعرفه من صوفين قليل ليس الرشيدية، وإنما سأضعه أو تضعه سوف ينقل للعالم، لأن أعرف أن المتابعين بفضل الله عز وجل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ولله الحمد والمنة. نعم. طيب طيب أخي نعم، شكرا على نلقاو فيها ما إذا كانت أي جزئية عندها لا علاقة بهذا الأمر الذي له علاقة بالتحرش أو المعاكسة أو ما يسيء إلى المريضات أثناء جلسة. لا هو صراحة يعني نحن نطرح الأسئلة التي تشاع، يعني نحن كمتابعين كنشوفوا التعليقات، كنشوفوا قنوات، كنشوفوا بزاف ديال الامور، بينما كاين الناس مثلا اللي ولات دابا كتقلب على رقاد شرعيين، في حين يعني ان ملي كيدخلوا الانترنت مثلا باش يقلبوا على الرقيه الشرعيه كيلقاو نعيم ربيع، وانما هاد الشبهات هذه هي اللي كتخلي شويه يعني السمعه تقدر تقول كتقاس. لهذا انا كنطرح عليك هذه الاسئله. السؤال ديالي السي نعيم، جوابا علي اسمح لي قطعتك، السمعه ما كتقاس. علاش؟ نجاوبك واحد الجواب باش تفهم. لان الحمد لله اعدائي يقدموا لي خدمه لا يعرفون قدرها. حينما تسيء الي انت تحسن الي من كل بزاف الوجوه، في الاجر، في الثواب، في الصبر كذا، ولكن حتى في المجال العملي، لان الناس سوف تكون عندهم فضول وشغف للمتابعه حينما يتيقنوا يزداد يقينهم أننا على الحق. ومع الفجوة الأولى والفتنة الأولى والثانية والثالثة، وحينما تفند مع الأيام أو حتى بالواقع حينما يزورونك، ترى ماشي الناس كلهم سواسية، يأتي إليك طلبة علم، يأتي ناس أذكياء، أطباء، صح ولا لا؟ صحيح. ناس كيجيو متفاوتين، فينقلون صورة أخرى حقيقية بفضل الله عز وجل، فكيبان حقيقة الحق الأمر الحقيقي، وحينها كتزاد اللمعان ديالك بفضل الله عز وجل. والذهب لا يصل الى ثمنه والى جوده واحسانه الا بعد ما يسقل بالنار، فهذه فتنه لابد ان نتعرض اليها. طيب ضروري هذه. لا هو اخي نعم، خاصك تعرف واحد القضيه، بانك اليوم في قفص اتهام،
فانت زرتينا في المنطقه اللي كانوا الناس كيتمنوا انهم يشوفوك، وراك شفتي بعينك. نعم. لهذا هذه اسئله كنطرحوها بعفويه وكنسولك كانك صديق اليوم جالس حدانا. كيف سبق وقلت لك يعني هذه المساله ديال الشبهات هي المشكل الوحيد اللي كنشوفوه يعني في الانترنت، حيت انك يدخلنا الشك. السؤال اللي بغيت نطرح عليك اخي نعيم هو من المسؤول على هذه القنوات؟ حنا كنشوفوا واحد القنوات يعني على شكل الاعيب، كتفتح قناه اخرى، كتفتح تعليقات، يعني باين ان يعني السؤال هو واش كتشوف ان كاينه شي حرب ضدك؟ جيدا، هذا السؤال له تبع السؤال الاول. هناك من هنا يعلم ان الغايه ليس يعني اظهار حق او الغايه نصح، لان اقول لك اذا كان انسان يخاف الله جل وعلا وظهر له سواء بالفتنه او بالتزوير او بالكذب اتت اليه او اتى اليه من يكذب عليه في حقي، من الواجب انه ياتي ويتبين ثم ينصح، صح ولا لا؟ صحيح. واذا اخطا او تبين الحق ان يحذف هذه المقاطع، لكن الاشكال هو انه يروج الى فتنه شهور او اعوام ثم تفند، لكن نراها تفتح في جهات اخرى، في مقاطع في يعني قنوات اخرى. يعني كأننا نقول الغاية أن الحرب تبقى على نعيم ربيع ولو في خفاء، المهم يحارب. لماذا؟ لأن يعرفون الفيديو سوف يبدأ يروج له ويصبح عنده مشاهدين يعني بنسبة كبيرة، وحينها سوف يساء إلى نعيم ربيع سواء بشكل كبير أو بشكل ضئيل، فهم لله؟ صحيح. إذن الغاية من هنا يعلم أن هناك يعني ناس في خفاء مجاهيل يريدون الوقيعة والتسييس بما يسمى بنعيم ربيع. السؤال هو لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أقول ما يمكنش يكون إنسان بعيد عن الميدان. أنا لا أعرف أحدا ولا أسمي أحدا، لكن ما يمكنش يكون إنسان بعيد عن الميدان. ما غيحاربكش مهندس أو ما غيحاربكش محامي أو طبيب، مفهوم؟ ولكن الغالب يحاربك أهل التخصص والميدان في الغالب، حتى لا أسيء إلى أحد. لماذا؟ لأن البعض ربما يظن أن ربيع يشكل رعب أو كابوس، مفهوم؟ أنا لا أسيء إلى أحد، لكن أعمم الخير في التعميم لا في التعيين، لكن أنا أنصح من هذا المنبر اتقوا الله جل وعلا، لأن هذه تقدمني حسنات باردة ألقاها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مفهوم؟ طيب، من بعض هذه الشبهات اللي كنشوفوها في هذه الفيديوهات اللي كيرميوها هذه الجهات المجهولة، انك يقذفوك ولحظه يعني بشكل كبير كيقذفوك يعني في ثمن الرقيه و يعني علاقته بالفقراء، يعني شنو كتقول مثلا يعني الا جا واحد عندنا ايام ربيع مريض يعني وما عندوش باش غادي يخلص يعني اداء ديال الرقيه الشرعيه، شنو كتعاملوا معاه انتم كراقي شرعي يعني معروف في المجال ديال الرقيه الشرعيه؟ طيب، الواقع هو الذي يشهد، انا ما قلت لا وما رددت احد، وهذا الامر لا اقوله من باب يعني حتى يتكلم زيد او عمرو فلان او علا، لا اسير عليه منذ بدات الرقيه، اعلم ان الخير والبركه والتوفيق والسداد في الاجر وفي الضعفاء، مفهوم؟ لكن لا بد ان تكون هناك موازنه كي تسير قدما. لكن حينما راوا نعم تتجلى وتظهر سواء في المقاطع، في قبول الناس، في قنوات، في الاعلام، في القبول مع في امور كثيره جدا، يعني بدات الحرب تزداد. الغاية منها حبس الشهرة أو القبول أو الدرهم والدينار، هذا هو الغاية باش نكون واضحين منصفين، وإلا لابد أن يضاهوك في العلم، في الخبرة، في الكفاءة، في كيف يتعامل مع الناس. أما مسألة الأجرة هذه أقولها ودين الله بها، من عنده يأتي ومن لا عنده يأتي، مفهوم؟ هذا مسألة معروفة عندي منذ القديم، الجمعية مفتوحة للفقراء والأغنياء، وكذلك الرقية الفردية مفتوحة. يا ليتهم يفعلون مثل ما أصنع، ما كان هناك ضغط، نقولها من هذا المنبر، يفعلون مثل ما أفعل، لأن عندي برامج كل يوم تمر حالة وحالتين مجانا، ثم هناك في الجماعية مفتوح للأمر مجاني، يعني الحمد لله دائما في الأجر وفي الثواب. إذا لما علموا أن نسير على الحق يحاربونك بالشبه حتى يصدوا الناس عنك. ونقول من المنبر نعيم ربيع ليس مادي، ولكن المادة كما نعلم أنها لابد أنها أصبحت من الأمور التي تسير بها الحياة، المال والبنون، فلا بد أن نفهم، لولا ما أخذنا من أحد مصنع أن نعالج الآخر، صح ولا لا؟ كما كنقول اللي عنده يخلص على اللي ما عندوش، هذه القاعدة التي تسير عليها، وليتهم يفعلون بها إن شاء الله. طيب، سؤال أخي نعيم. نعم.
شويه قاصح. ماشي مشكل، مرحبا، انا بغي الاسئله قاصحه. واش هاد المشاكل تؤثر في حياتك الشخصيه؟ شوف، لا قلت لك حياتي الشخصيه الان حاليا لا، ولله الحمد والمنه، لكن قبل نعم. وسوف يقول قائل كيف قبل والان؟ اقول توعدنا على الصدق صح، نقول الحقيقه. انا في الميدان منذ سنوات، تخيل معي انسان تزوج 12 سنه مع زوجه، والزوجه تكن له الحب والتقدير والاحترام، وهو كذلك يبادلها نفس الامر، ولكن لما بدات الفتنه تطل برقبتها وبدات وتيرتها تتضاعف وتزداد، حصل ما حصل، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من فتنة المنافقين. حينما رميت عائشة رضي الله عنها أنها زنت ولم تسلم من صفوان بن المعطل، ووقع في هذا فخ بعض الأخيار من الصحابة، لأنهم وقعوا في حرب الإشاعات اللي روج لها المنافقون. نفس الأمر حصل معي. هناك بعض المحبين والمتابعين ربما استسلموا أو ضعفوا، والبعض ربما بقى في الحياد ما استطاع أن يقول كلمة الحق وما صدع بالحق، والبعض الآخر ربما كان من المتفرجين ومشاهدين ينتظر القاسم والقاضي لتقضي على نعيم ربيع، لأن هذه فتنة في العرض وفي الشرف. ولكن هي أثرت من جهة، ما أثرت علي في العمل، ولكن أثرت علي في شيء أعمق وأعظم، ما دام سألتموني حتى يفهم الإخوة والأخوات. الأمر هذا ما هو؟ هو البيت. حينما تصل إلى الزوجة اتصالات خفية ومحادثات خفية تزرع الشك، أقول لكم زواج بني على 12 سنة ليس شهر أو شهرين، وتعرف قضى زوجها، مفهوم؟ فبدأ الشك والوسواس والغيرة التي عند النساء، الغيرة التي عند النساء، فهذه الغيرة الزائدة غيرت الحياة، لأنها بنيت على أمور ترى وتسمع من مجاهيل، من شياطين إنس وجن، كتسمعني؟ فلهذا الأمور أخذت، حتى وصل الأمر إلى الفراق، لا بد أن يفهم، وصل الأمر إلى الفراق. إذا من يحمل الوزر؟ من يحمل الوزر؟ هذا جوابا على السؤال. إذا أثرت صح ولا لا؟ حتى كان أمر الطلاق. إذا هذه الفتن لم يراعي من يروج لها ومن يساعد في هذا على أنها تؤذي، فهمت؟ لم يراعي على أنها تؤذي، وحقيقة آذت. إذا يحملون أوزار أم لا؟ صحيح، أوزار. تسبب لامرأة في فراق وفي طلاق، لأنها تبقى امرأة ضعيفة، ويقول إنسان لماذا أنت لم تصبر؟ صبرت واحتسبت، وأنا هذه أمور خاصة ما تحدثت فيها، لن تبقى خاصة بي، لكن ماذا ما السؤال عنها منذ سنوات ما أجبت، حان الوقت كي أجيب عنها، ليعرف الناس كيف أوذيت، ما حينما أتكلم ما أوذي راقي كما أوذي نعيم ربيع، أقولها عن حق وعن صدق، والإخوة يعرفون في الساحة ماذا حصل. أوذيت كثيرا، أوذيت ومع ذلك صبرت واحتسبت، وكنت يعني كما قال الله عز وجل الكاظمين غير العافين عن الناس، مفهوم؟ هذا الذي صار، وأبادل يعني الكل الحب والتقدير والاحترام، ولكن أدخر صبري لله عز وجل وعفو لله عز وجل، وأحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى كما احتسبت عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا هو الأمر. إذن جوابا، أوذيت حقيقة أذية بالغة. طيب أخي نعيم، لدينا سؤال أخير. طيب، نتمنى يعني أنك تجاوبنا عليه بصراحة وصراحة يعني عملية. علاش السي نعيم أن كاين بعض المرضى كيتعالجوا عند رقات، فإذا أن ذوك المرضى كيتصدموا بعودة الجن أو كتبقى ديك المشاكل، أو يعني تقدر تقول أنهم كيركبوا فيهم مس وهمي، بينما أن
يعني عندما كيتعرضوا عند نائم رابع، وهذه شهاده موجوده عند عده ناس هنا في مدينه الرشيديه والجهه، يعني كيكون الحمد لله يعني العلاج عليه يدك شخصيا. واش هذا يعني السؤال، واش هذا يعني كيدل على الكفاءه ديالك في المجال، او عندك شي سر في التعامل في هذا العلاج يعني ديال المرضى؟ شنو كتقول؟ طيب نقول كلمه. مساله العلاج قلتها قبل سنوات، هي قبل وبعد توفيق من الله عز وجل، هو فتح من الله، احب من احب وكره من كره. الله يستعملك في مكان ويوفقك فيه حينما يرى قلبك يصلح لذاك المقام وذاك المكان. بغيتي ولا ما بغيتيش، هذه القاعدة. لأن لابد أن ننظر إلى الساحة وإلى الرقية من أمرين، من وجه من يعني وجهين، رقاة للرقية ورقاة لأمور تأتي مع الرقية. فكتفهم كلامي؟ نعم صحيح. رقاة من أجل الرقية ورقاة لما يأتي تبع للرقية. التفصيل في هذا ليس موضعه دون تعيين. أنا أتكلم عن منهج، ليس عند الغرب الأشخاص، أتكلم عن منهج. لابد أن تصح بعض المسارات في الطريق، وإلا ستقف السفينة، وأجزم بهذا في القريب العاجل ستقف وقفة كبيرة جدا شديدة، ولا يبقى فيها إلا المخلصون. كن على يقين وأجزم بهذا. لكن سؤال، جوابا على السؤال الذي سألت، لأن هل حقيقة كل واحد يصلح للعلاج أم كل واحد يصلح للبركة؟ واش فهمتي القصد ولا لا؟ زيد وضح لنا أكثر. ها باش أنت باش كتسجل وكتكلم معايا، لا جاي باش واحد قرأ عليه، تقرأ عليه ولا تقراش عليه؟ نقرأ عليه. بركة ولا ماشي بركة؟ كلام الله ماشي كلام الله. كلام الله سبحانه. وهو علاج؟ علاج في نهاية المطاف. لا، ينقسم الأمر. قد تكون لك دراية من خلال مشاهدة مقاطع، هواية، حب في الميدان، كلام الله عز وجل، يعني هذا حب الخير. أخي نعم أقاطعك، يعني هذا هو المشكل الذي يقع فيه الرقاة، يعني يظنون أن لا أقول كل بعض باش نوجهوا السهام، نحن تكون بإنصاف ماشي دون وقع في فرد او افراد، احنا كنتكلموا عن منهج وعن سلوك. لا شوف، نحن انت ما كنتكلمش عن اشخاص باش توضح كلامي. اخي نائم، انت تكلم يعني متابعين لا علاقه لهم بالمجال، يعني نحن حيث الكلام سيصل الى حتى المتابعين، حتى لا يكون عند في صدرهم شيء علي. انا نعم. لا احمل الا الخير، لكن اريد تصحيح مفاهيم، مفهوم، نعم، حتكون الطريق يعني واضحه للجميع بفضل الله عز وجل. نعم. يعني لماذا بالضبط نعيم ربيع يعالج بعض المرضى وبعض الحالات المستعصية من غير يعني نسميها بركة أم نسميها يعني علم؟ هذا هو السؤال الذي أجبتك عنه. طيب، الناس قد تأتي إليه ويقرأ عليك كلام الله عز وجل، آية سورة الفاتحة، آية الكرسي، كقراءة للقرآن، تشخيص عندك شيء خفيف جيد. لكن هل كل راق يصلح أن يكون معالج، وهل كل معالج يصلح أن يكون باحث متخصص؟ لا، هناك فوارق لابد أن تفهم، بارك الله فيكم، مفهوم. إذا حتى ناس يأتون عندك ويقول لك اشتكينا من الطب النفسي سنوات، ومن أمراض مستعصية سنوات، أو حمنا وطفنا عند رقاة سنوات، فلا بد أن تستخرج لهم هذا يعني هذا الإشكال ما يبقى. إذا لابد أن تتفرغ للمسألة، أن تتعمق فيها، وربما يأخذ منك السؤال والتشخيص ساعات أكثر من البداية في العلاج، مفهوم، حتى تقف على نقاط مهمة جدا، عكس الذي يمر عنده عشرة في اليوم، يأتي ثم يقرأ عليه ثم يذهب، متى استمع له، متى شخص، متى حقق، متى تدقق، متى وقف على أمور ليبدأ معه في العجل ووصل العلاج. لا، إذا لابد حتى يعلم أن الذي يعالج لابد تكون معها المواصلة والمتابعة، ولا يستسلم، وأن تكون بيده أدوات قوية في التشخيص، وكذلك في العلاج، وفي الترغيب والترهيب والتعذيب، وفي طرق استخراج الأسحار أو خروج الجن. وهذه أظن كلها بيّنتها وحولت من أجلها، وأرى الآن الكل يريد أن يصل إليها، لأن أعلم أن المنهج الذي بدأت به كان شافي وكامل بفضل الله عز وجل. أنا أتكلم بباب الحق، مفهوم؟ نعم. إذا حتى يعني تخرج الحالة من السوهم إلى الحقيقة، أو تخرجها من حالات التي يغلب عليها الصرع إلى الحقيقة، أو من الأمراض المستعصية، أو من العشق، أو أهد الأنواع، لابد أنك تجتهد اجتهاد بالغ كبير جدا، ولا يتأتى هذا بين يوم ويومين أو سنة أو سنتين. نحن في المجال بفضل الله عز وجل 16 سنة،
ونجتهد بالليل والنهار، لا ننام إلا 4 ساعات، ونعكف بطلع الحالات، وكل حالة تمر بين أيدينا نستفيد منها، ولازم نطلب العلم، ولازم نتفقه في هذا الباب، ولازم نتواضع الكبير والصغير، فلا نتعالم ولا ندعي العلم ولا ندعي الخبرة ولا ندعي أن وصلنا إلى شيء، فلا بد من توضع الله رفعه. أما نراه في الغالب فهو أمر عظيم جدا جدا جدا، لا يبشر بالخير، أقولها من باب الأمانة، لا يبشر. وأصبح الكل يتمنى الزعامة والرئاسة والإمامة، وهذا شيء عظيم، هذه هي قاصمة والله العظيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. طيب أخي نعيم، كلمة أخيرة يعني المتابعين اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا. والله أقول لكل الإخوة والأخوات، الرقية ما هي إلا منهج للدعوة إلى الله عز وجل، لدعوة الإنس والجن، ويشفى بها السقيم والعليل والمريض والحزين والمكروب والمهموم والمهموم، فيها كل فضل وفيها كل خير، لكن هي سر وكنز. حرصنا سنوات أن نعطيه ذاك الرونق وذاك البهاء والضياء والإشعاع، ووصل بفضل الله عز وجل حتى أقبل عليه الصغير والكبير. لا نريده أن يقف أو يحرمه من يستحقه بأخطاء من ينتسبون إليه ولا يستحقونه. أنا أقول ها هو الخير في التأمين أعين. لهذا لا بد أن يقف كل إنسان مع نفسه وقفات، ماذا يرجو من الرقية الشرعية، وماذا يرجو من فتح مراكز أو من وضع مقاطع. لا بد أن يسأل، أن يسأل نفسه صراحة، ولا بد أن يعرف أنه ما دام يعني تصدر المجال أن يتخصص فيه، ولكن بعلم. لا بد أن يكون عنده فقه، لا بد أن يكون عنده أدب وحسن سلوك والتواضع للكبير، لا بد هذه الأمور، لا بد، لأني أحمل غير عن هذا المجال، ولكن وللأسف الشديد أراه أصبح في النازل، في الإشعاع وفي الشهرة صاعد، لكن في الجوهر هو مدفون مطمور مخفي، لا يعرف حقته إلا من هم وسطه وبين ظهرانين من ينتسبون إليه. أسأل الله تعالى أن يرفع قدر الرقاة، وأن يصلح حالهم، وأن يجمع شملهم ويحل كلمتهم، وأن يصرف عنا كيد الكائدين وشر الفتانين، لأن حتى بين ظهراني المعالجين لا بد أن نفهم أن الشيطان الكبير يجول ويصول، يحاربونه فكيف لا يحاربونهم، فهمت؟ يضربونه فكيف لا يضربهم، يهزمونه فكيف لا يسعى لهزيمتهم. لا بد أن تفهم هذه النقاط، إذا فهمناها وعقلناها وتأملناها وتدبرناها وصلنا إلى الخير. الرقية في المغرب رقم 1 في كل بلدان، لا تعرف. وحينما بدأنا بفضل في اليوتيوب، يعني بدأنا بمنهج لا زال أن يسير عليه الجميع بفضل الله عز وجل. فأقولها، ما بنيناه لا نريد أن يهدم، مفهوم؟ لأن نرى، وكما قلتها لك قبل قليل، إذا بقي الحال على هذا أجزم لا مركز سيبقى ولا مكان للرقية سوف يبقى. هذا هو ما يريد أن يصل إليه البعض وهو في الطريق. طيب نعيم ربيع، شكرا لك ومرحبا بك في مدينة الرشيدية. الله يبارك فيكم، ونتمنى من الله إن شاء الله أنك تعجبك المنطقة وتعيد الزيارة إن شاء الله في قرب وقت إن شاء الله. وأحسن الله إليكم، أسأل الله أن يصلح الحال وأن يطهر القلوب وأن يجعلنا مباركين إنما كنا، وأن يشفينا وأن يشفي بنا وأن يشفي على أيدينا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي على أيدينا إنسان وجنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.